السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة هنتكلم عن درس الخاء، اللي هو حرف الخاء. حرف الخاء دي بنقولها بالعامية، لكن هو باللغة العربية اسمه حرف الخاء. حرف الخاء دي ده شكله وبيتكتب بكذا طريقة. لو احنا عايزين نكتبه في أول الكلام بنكتب حرف الخاء كده، ومننساش النقطة في إيه، عشان لو نسينا النقطة يبقى حرف إيه؟ يبقى حرف الحاء. إن إحنا نحط النقطة في إيه، نكتب حرف الخاء، وبعدين بنطول شوية علشان نشبك الحرف اللي بعديه في حرف الخاء. بعدين لو بنكتبه في نص الكلام بيكون في قبليه جاي خط من الحرف اللي قبليه عشان نشبك حرف الخاء، ونطول الخط عشان نشبك الحرف اللي بعديه. أما لو جاي في آخر الكلام فبيكون في خط جاي من الحرف اللي قبليه، وبعدين بنكتب حرف الخاء. ولو مفيش خط جاي من اللي قبليه، لو الحرف اللي قبليه مش مشبوك في حرف الخاء، فبنكتب حرف الخاء عادي. أمثلة زي كلمة خضراء، احنا شايفين إشارة المرور دي، الإشارة اللي منورة فيها هي الإشارة الخضراء، فبنقول خضراء. خ خ فيها فتحة فبتبقى خ خ خ خ خ خضراء خضراء. عندنا كلمة خبز اللي هو العيش، يعني العيش باللغة العربية اسمه خبز. خبز لو نهزة خ مضمومة خو، فبنكتب فيها ضمة فتبقى خبز. عندنا كلمة خيار، خيار لو نلاحظ كلمة خيار الخاء تحتها كسرة فبتبقى مكسورة في خيار. في كلمة أختي، أختي الفاء فيها سكون، فيها سكون أختي. هنكمل هنا الحروف الناقصة، ده رسمة خيارة، وعايزين هنا الحرف الناقص فتبقى حرف خاء عشان تبقى كلمة خيار. دي رسمة بطيخة، البطيخة ناقصها حرف الخاء عشان تبقى كلمة بطيخة. إلى هنا يكون انتهى الدرس، أتمنى أن يكون سهل، وإلى اللقاء في درس جديد.